معلومة على السريع عن قطاعين مهمين من قطاعات الصناعة اللي اهتم بيهم الدولة المصرية وكان ليهم عائد ومردود على السوق المصري وكمان المواطن المصري. أول قطاع هو قطاع الموبايلات أو الهواتف الذكية. مصر كانت بتستورد بمليار ونص مليار دولار هواتف سنوياً، بس لما اهتمت مصر بالصناعة دي بقى عندنا 4 شركات عالمية في الموبايلات بتنتج وتشتغل في مصر بأيادي مصرية، منهم مثلاً على سبيل المثال شركة فيفو واللي زارها رئيس الوزراء مؤخراً وقال إن الشركة بيشتغل فيها عمالة مصرية بمكون مصري ومحلي، فبتنتج الشركة تقريباً 500,000 موبايل في الشهر، يعني ما يعادل 6,000,000 موبايل في السنة. القطاع الثاني هو قطاع السيارات. مصر كانت بتستورد تقريباً ما يعادل 4 مليار دولار سيارات في السنة، لكن مصر اتفقت مع كبرى شركات السيارات على مستوى العالم علشان يكون في أول خط إنتاج للسيارات في مصر واللي هيبدأ في 2025. طيب القطاعين دول إيه أهميتهم أو المردود اللي هيتم على المواطن المصري والسوق المصري؟ أول حاجة هيقللوا فاتورة الاستيراد واللي بتمثل عبء على الاقتصاد المصري. تاني حاجة هيوفروا احتياجات السوق المحلي للمواطنين، وأهم حاجة كمان هو توفير فرص العمل للشباب المصري سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر.